ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث تسمعونه مرارا وهو حديث صحيح: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، من يقول الله الله. وكثير من أمثال هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور: قبض الله العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. من هؤلاء الرؤوس من يفسر القرآن والسنة بتفاسير مخالفة لما كان عليه العلماء، لا أقول سلفا فقط بل وخلفا أيضا، فإنهم يحتجون بهذا الحديث الله الله على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد الله الله إلى آخره، لكي لا يغتر مغتر ما أو يجهل جاهل ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل، بدا لي ولو عرضا أن أذكر إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل، أولا من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا لأن هذا التفسير لو كان صحيحا لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإذ لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير، فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى وهذا بيت القصيد كما يقال أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن هذا هو المقصود بلفظة الجلالة المكررة في الرواية الأولى.